حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي، وباع البنك خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام فتح بها المزاد مليارا و 87,575,000 دولار بمعدل يومي بلغ نحو 217,515,000 دولار، مرتفعا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 825,058,155 دولارا. أقرت هيئة النزاهة في العراق بتورط مسؤولين حكوميين بارتكاب جرائم فساد واختلاس تسببت في هدر المال العام في محافظتي بابلة وواسط. وبحسب هيئة النزاهة فقد تورط عدد من المسؤولين في الترويج لمعاملات وهمية وارتكاب جرائم اختلاس في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية فرع الفرات الأوساط، أدت إلى هدر مبالغ كبيرة من المال. وفي صلاح الدين تورط عدد من المسؤولين في دائرة الصحة بالمحافظة باختلاس نحو 4 مليارات دينار عبر تنظيم وصرف معاملات وهمية وتزوير التواقيع الرسمية، إضافة إلى تجهيز مواد طبية ومختبرية في سنة 2020 دون وجود محضر لجنة استلام وفحص لتلك المواد المجهزة. وصفت وزارة النقل في حكومة كردستان العراق قرار هيئة الإعلام والاتصالات بوقف تعامل الشبكات مع كورك تيليكوم بالمجحف نظرا لتضرر الكثير من المواطنين، داعية لحل الأزمة. وأرسلت حكومة كردستان العراق كتابا بشأن شكاوى المواطنين حول الأضرار الناجمة عن قرار قطع خطوط الاتصال بين شركة كورك تيليكوم وشبكة زين العراق وآسيا سيل، والتي توقفت على المستويين المحلي والدولي بسبب انتهاء ترخيص شركة كورك بتاريخ 30 من شهر آب عام 2022 وعدم سداد الشركة ديونها على حد تبرير شركتي زين وآسيا سيل. قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن حقول الغاز الكبيرة في كردستان العراق يمكنها أن تساعد بشكل كبير في تلبية الطلب المحلي على الطاقة بالعراق لولا الخلافات بين بغداد وأربيل. وفي السياق أكد تقرير لصحيفة واشنطن فري بيكون الأمريكية تكبد العراق خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار جراء توقف تصدير أكثر من 400,000 برميل في اليوم منذ شهر آذار الماضي، مما دفع مجموعة شركات النفط العالمية العاملة في كردستان العراق إلى التماس المساعدة من الكونغرس للضغط على حكومة السودان لاستئناف الصادرات النفطية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من 40,000 برميل يومياً بعدما وصلت إلى الصفر في الأسبوع الذي سبقه. وقالت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 5,425,000 برميل يوميا، منخفضة بمقدار 34,000 برميل في اليوم الواحد عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5,459,000 برميل يوميا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.